مجلس الوزراء يوثق استمارات بأربعة تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات خلال 6 سنوات. مصر تؤكد موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 14 فردا و17 كيانا متعلقا بإيران. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية دائما مع نانسي نور. إليك نانسي. شكرا. لما نبدأ معكم مشاهدينا الآن نشرة سادسة، حيث أعلن مجلس الوزراء رصد استثمارات بقيمة 4 تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال 6 سنوات. هذا وأشار المجلس إلى توثيقه مشروعات الرئيس السيسي المنفذة من يونيو لعام 2014 حتى ديسمبر لعام 2018، والمستهدف تنفيذها بنهاية يونيو لعام 2020 في كتاب بعنوان مصر مسيرة الإنجازات. هذا وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن القياس الدقيق لما تحقق من إنجاز لن يكون سوى بإدراك حجم التحدي الذي واجهه كل قطاع. اجتماعات ولقاءات عديدة ومتابعة للعديد من الملفات كانت ضمن جهود مكثفة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. المزيد في هذا التقرير. أسبوع جديد بذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا مكثفة على جميع الأصعدة، سواء متابعة الملفات المحلية أو اللقاءات الثنائية التي تهدف إلى ترسيخ علاقات مصر الإقليمية والدولية. اهتمام الرئيس السيسي بالشباب قد تجلى في عاصمة الشباب الإفريقي مدينة أسوان عندما افتتح ملتقى الشباب العربي والإفريقي في نسخته الأولى، مؤكدا خلال الاحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي أن مصر تولي اهتماما كبيرا للشباب من خلال مؤتمرات الشباب الوطنية التي تطورت لتخلق منصات من التواصل بين شباب العالم. قد وضعنا شبابنا على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية من أجل مستقبل بلا صراع، ولقد نجحنا في خلق مساحة مشتركة نجتمع فيها وندير فيها اختلافنا بشكل حضاري ونحقق تواصلا فاعلا ومستمرا فيما بيننا. وقد نجحت
المؤتمرات الوطنية للشباب في تحقيق حالة حوارية حضارية متفردة، ثم ما لبثت وتحولت إلى فكرة قابلة للتعميم والعولمة، فانطلق منتدى شباب العالم وليدا من بنات أفكار شباب مصر. وبعث الرئيس السيسي خلال كلمته رسالة محبة وسلام، لافتا إلى أن مصر نقطة طلاق تجمع بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. أستهل حديثي بتوجيه تحية محبة وسلام من أرض سعيد مصر الطيبة إليكم جميعا وإلى كل العالم، وأرحب بكم في وطنكم مصر. مصر نقطة الطلاق التي تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وأدان الرئيس السيسي الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، رافضا كل دعوات التطرف وأعمال الإرهاب التي تستهدف الإنسانية. أدعوكم جميعا للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث أو الواقعة المؤلمة اللي حدثت في نيوزيلندا. واسمحوا لي باسمكم جميعا ان احنا ندين هذه الحادثة الارهابية ادانة بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وانسانية. وكرم الرئيس السيسي مجموعة من الشباب والفتيات المتميزين على هامش ملتقى اسوان. وخلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان، والتي انعقدت تحت عنوان منتدى شباب العالم آفاق جديدة، قال الرئيس السيسي إن مؤتمرات الشباب تعد فرصة عظيمة للتواصل بين الدولة والشباب، وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب جاء لمساعدة الشباب على القيادة. أنا بكلمكم كإنسان كان على الجانب الآخر عنده مشكلة، كمسؤول عنده مشكلة، عايز يكلم شباب وشباب وشابات مصر في الوقت ده. عملنا المؤتمر الأولاني زي ما تقال كده، ولما اتعمل كان المؤتمر يعني مقترح انه يتعمل مرة واحدة وخلاص. لما لقينا انه منصة رائعة للتواصل بيننا وبين شبابنا وشاباتنا، وبقى في فرصة، ولقينا ان هو فكرة اكتر من رائعة عند التطبيق، يعني لما طرحناها او اطرحت كفكرة تتعمل كان لها حجم من التقدير، لكن لما تنفذت اتبين ان التقدير اكبر من كده بكتير. وشارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة بعنوان وادي النيل ممر التكامل الافريقي والعربي ضمن فعاليات الملتقى، حيث شدد على أن الاستقرار والأمن فرصة ولا يجب إهدارها. أعترف أن أكبر حجم من العناصر المخاطر، العناصر اللي هي منخرطة في الجماعات الإرهابية يمكن تكون موجودة في إفريقيا، وده طبعا لأسباب كتير جدا. مفيش أمل، يمكن في يعني شغل او في عمل بيتم او في يعني في جهود بتتعمل عشان تاخد الشباب الافريقي الى هذا الموضوع، الى التطرف والارهاب لاي اسباب بقى. ثم طبعا النقطه اللي بعد كده يبقى الارهاب اللي انا اتكلمت عليه ده تحدي كبير جدا جدا، وزي ما زمايلنا قالوا ان هو ممكن يكون بيأثر على مستقبل استقرار الدوله الوطنيه، وده اخطر شيء واحنا اتكلمنا عنه قبل كده. وخلال الجلسة ذاتها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لابد من تدريب الشباب جيدا قبل دفعهم الى المناصب الريادية حتى تنجح التجربة. فعت بالشباب لمواقع وهم مش جاهزين لادارتها بشكل جيد، انت كده بتحكم على التجربة بشكل مش كويس، انت كده يعني بتحط اسباب قد لا تكون مشجعة على الاستمرار. وفي كلمته خلال جلسة نقاشية بعنوان مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، قال الرئيس السيسي إن البحث العلمي صناعة تحتاج للمزيد من الجهد، مشددا على ضرورة التعاون بين الدول فيما يتعلق بتلك الصناعة. البحث العلمي صناعة، هو صناعة مفرداتها أو عناصرها بالكامل موجودة عندنا ممكن في بلادنا في أفريقيا في مصر،
لكن يا ترى الصناعة دي كفاءتها زي الكفاءة بتاعت هذه الصناعة في الدول المتقدمة؟ أكيد لا. وبالتالي يعني احنا ممكن يكون عندنا فقط بكفاءة يمكن أكتر لأن عددنا أكتر هو البشر، وبالتالي احتمالات ان العقول المتميزة المتفردة تكون موجودة في بلادنا قد تكون أكتر. لكن بقية المفردات بقى، الصناعة والتكنولوجيا موجودة وبتتطور طبعا، لأن التمويل موجود، وموجود مش عشان هما بيوفروا بس، لا، لأن الصناعة اكتملت خلاص، هما خدوا الفكرة أو البحث وحولوه إلى يعني سلعة، والسلعة دي خدت طريقها للأسواق، وبالتالي ما فيش مشكلة. فكل يوم عن يوم الصناعة دي بتتقدم عندهم وبتثبت، والصناعة دي عندنا محتاجة مزيد من الجهد. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، حيث اطلع على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي. وعلى هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي، استقبل الرئيس السيسي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، حيث أكد أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن. كما نوه الرئيس إلى ضرورة العمل على تكثيف جهود الاتحاد الإفريقي لمنع النزاعات وتفعيل سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار برنيس المدني والقاعدة الجو بحرية الاستراتيجية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، وأجرى الرئيس حوارا تفاعليا مع عدد من الشباب العربي والإفريقي في معبد فيلة رمز السلام والمحبة، واستمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة. هذا وحرص الرئيس السيسي على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان قبيل مغادرته المدينة. ان شاء الله. السلام عليكم. 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 وعقب عودته اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد والتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك وضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليفه خلال ملتقى الشباب العربي والإفريقي بعلاج 1,000,000 مواطن إفريقي من فيروس سي. وفي اجتماع آخر للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة وقطاع الأعمال العام، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، وتناول الاجتماع وعرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية. وفي اجتماع ثالث للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقا للخطة الزمنية المقررة، لا سيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، كما وجه بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددا من شركات قطاع الأعمال العام، سعيا لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها. وفي قرارات مهمة وتاريخية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاش، وكلف وزارة المالية برد إجمالي مديونيتها المستحقة لصناديق المعاشات من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
على أن يبدأ تنفيذ التسويع اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد. جاء ذلك في اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري التضامن والمالية لاستعراض مشروع الموازنة العامة الجديدة. وفي إطار تعزيز العلاقات الإقليمية التقى الرئيس السيسي مع المبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني. أشار السيسي إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وموريتانيا فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، لافتا إلى التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية. انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات ووجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاش. وفي قرارات مهمة وتاريخية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لاستعراض مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كلف الرئيس السيسي وزارة المالية برد إجمالي مديونيتها المستحقة لصناديق المعاشات من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد. قرارات تاريخية وغير مسبوقة ورسالة شكر وعرفان على تحملهم أعباء الإصلاح الاقتصادي جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين. الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاش واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور وتكليف وزارة المالية برد إجمالي مديونيتها المستحقة لصناديق المعاشات من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات. قرارات لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الشعب المصري بجميع انتماءاته. هو قرار بصراحة كويس جدا عشان برضو الناس اللي تحس ان هي عليها المعاش دي ظروفها تتحسن شوية وتبقى عندها قدرة للمعيشة في الظروف اللي احنا فيها، مش اكتر من كده. بصراحة هو قرار جميل وياريت يعني يبقى فيه زيادة كل سنة، مثلا سنة دورية، ربنا يصلح ان شاء الله. الحقيقة ده قرار اسلك صدور 7 مليون مواطن من اصحاب المعاشات لانهم حماهم من اعباء التقاضي وحل المشكله اللي انتظرت حوالي 20 سنه، وخفف اعباء التقاضي عنهم وصرف المستحقات. ده هينعكس بالسعاده والرضا على الشعب كله، وده قرار سليم 100% اللي هو تخفيف اعباء التقاضي عن كاهل المواطنين. طبعا بنشكر السيد الرئيس على جهوده المضنيه من اجل طبعا اصحاب المعاشات، ودي خطوه طبعا ايجابيه وطبعا بتفيد طبعا المواطن اللي هو على سن المعاش، طبعا بيبقى محتاج العمليه ديت، فده دور بنشكر به السيد الرئيس على هذه الجهود. القرارات الرئاسيه غير المسبوقه جاءت انتصارا لدوله القانون واعلاء لاحكام القضاء، كما انها تعكس توجهات الدوله بقياده الرئيس السيسي نحو تحقيق حياه كريمه للمواطن. ده اسمه يعني انتصار للقانون، الرئيس بينتصر للقانون وفي نفس الوقت بينتصر للناس الغلابة. أصحاب المعاشات دول بيتعدوا فوق ال 14 مليون فرد، وإحنا خدمنا البلد مش ما خدمناهاش، يعني إحنا تعبنا وشقينا. خبر جميل جدا جدا وأسلك صدورنا، وأنا بصفتي من أصحاب المعاشات حتى لو مش هستفيد، ده قرار إنساني من الدرجة الأولى، وحقيقي حقيقي متوقعين أكتر من كده كمان. سيادة الرئيس يعني حبنا من قلبنا، جه في الوقت المناسب، وده وفر على اصحاب المعاشات مشكله كبيره كانوا بيعانوا منها. وبصراحه يعني قراره انه الاشكال يتوقف وما ترفعش من الوزير طبعا هيوفر عليهم كتير وهيعوض عليهم بالنفع تمام، وهيرجع لهم العلاوات اللي هم كانوا دايما بيحلموا بيها. قرار ممتاز جدا، وبجانب كده كمان هيرد اموال المعاشات لصندوق المعاشات نفسها اللي كانت الحكومة قبل كده أيام بطرس غالي كان مستولى عليها وكان داخل بيها منقصات وبورصات وحاجات كده، فهو هيردها كمان لصندوق المعاشات، حاجة جميلة جدا. طبعا القرار ده قرار ممتاز، وفي وقت طبعا بالنسبة للظروف الاقتصادية اللي بتعيشها الدولة وأصحاب المعاشات كمان هم أمس الحاجة للمعاشات وللزيادة، وبصراحة قرار ممتاز. فيما ذهب آخرون إلى اعتبار قرارات الرئيس السيسي بمثابة انحياز لأصحاب المعاشات والبسطاء ودعم لحقوقهم ومعالجة لمشاكل تراكمت لسنوات طويلة. هو تدخل سريع منه وحس وطني منه، وهو بيحافظ على شعبه، ويجب على الرئيس ان هو يحس بتعب المواطن اول باول. احنا كنا مستنينه من زمان،
يعني مستنينه من زمان اللي احنا ناخد حقنا ده كده المعاشات والحاجات دي، وما صدقنا ان فرصة ان جت لنا وفرحانين اخر فرح ان حاجة زي كده هناخدها يعني، عشان انت فاهم ان الدنيا ضيقة والحاجة، لكن دي هتحلنا شوية او تفكنا شوية. طبعا كمان اللي اتخذ سيادة الرئيس طبعا كويس طبعا ان هو يدي الناس جميع حقوقها اللي هي كانت متأخرة، وبالتالي عشان الناس طبعا انت شايف طبعا الغلوة والعيشة والحاجة مش اكتر من كده يعني، بس لكن هو قرار طبعا قرار حكيم طبعا وكويس ان هو يقف بجانب الناس المعاشات عشان المعاشات ضعيفه. الناس كانت محتاجه حاجه زي دي، ودي خطوه جميله للتاريخ عمره ما هينساها له حقيقة ربنا يعني، عمل وقف جنب الناس الغلابه كتير، والقرار ده كانت الناس فعلا محتاجاه، لان اصحاب المعاشات دول ناس يعني دي حقوقهم، مش حاجه كده ولا حاجه يعني الحكومه بتمن عليهم بيها، لا ده دي حقوقهم لانهم خدموا وتعبوا، وهي الناس دي اللي مستحقه انها تاخد المعاش. قرار كويس خالص، هو الرئيس يعني يشكر من غير اي حاجه، معاش انا على المعاش صحيح واخد بالك ومرضي وكل حاجه، والحمد لله ان احنا كويسين والبلد كويسه ومستقره والحمد لله من غير اي حاجه خالص، وبنشكر الرئيس على اللي بيعمله كله. القرارات الرئاسية جاءت في أعقاب النجاحات غير المسبوقة التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي كان حتميا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين. بعثت زوجة الشهيد أحمد عبد الغني أحد ضحايا حادث كرايست تشيرش الإرهابي برسالة دعم وتقدير إلى رئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بوطنية الرئيس السيسي وإدارته الحكيمة لشؤون البلاد. كانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قد شاركت في الجنازة الرسمية لشهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذي قدمته إلى أسر شهداء الحادث، وعلى دعوتها الدائمة للتعايش السلمي بين الشعوب والجاليات. أعربت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عن شكر وتقدير الحكومة المصرية لنظيرتها النيوزلندية على جهدها تجاه أسر الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي. وخلال لقائها وزير الدفاع النيوزلندي وعمدة المدينة، لفتت وزيرة الهجرة إلى تأكيد الدولة المصرية على مبادئ التعايش والتسامح وقبول الآخر بين الجميع دون تمييز. من جانبه أكد وزير الدفاع النيوزلندي على مشاعر الود والمحبة التي يكنها الشعب النيوزلندي إلى المصريين، واصفا الحادث بالصدمة التي أصابت الجميع. شارك سفير مصر في نيوزيلندا السفير طارق الوسيمي في مراسم دفن الشهداء المصريين الأربعة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، وذلك بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا وعدد من المسؤولين النيوزيلنديين وأكبر المسؤولين من مصر ودول العربية والإسلامية. أكدت مصر على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولاياتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاعبا وليست له أي شرعية دولية. هذا وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
تلقى إعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيته لاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة رفضا عربيا ودوليا واسع النطاق. نتابع المزيد في العرض التالي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغراف عن أبرز المعلومات حول نظام الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي على التابلت. المزيد في سياق هذا العرض.
أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن طرح الأراضي بنظام الشراكة دليل على الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية. وخلال لقائه أعضاء بعثة البنك الدولي وعدد من المطورين العقاريين، أشار الجزار إلى أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة وضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدرته. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار تطوير منطقة مثلث مسبيرو، لافتا إلى أنه كان حلما يراود الدولة منذ نحو 40 عاما. وخلال اجتماعه مع محافظ القاهرة لمتابعة أعمال تنفيذ تطوير مثلث مسبيرو، أشار وزير الإسكان إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ تطوير هذا المشروع يعد دليلا على أن الدولة تسير بشكل جيد في خططها للقضاء على المناطق الخطيرة. دعت وزيرة الاستثمار سحر ناصر لتعزيز التعاون بين دول الجنوب على أساس المصالح المتبادلة ووضع حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات المشتركة. وخلال ترأسها للجلسة الرئيسية النقاشية الأولى حول المزايا وفرص التعاون بين دول الجنوب في مؤتمر الأمم المتحدة بالأرجنتين، أكدت ناصر أهمية التعاون بما يسمح لشركاء التنمية بالانضمام إلى مبادرات دول الجنوب ويتيح فرصا جديدة للتعاون، مشيرة إلى أهمية إنشاء مراكز للابتكار وآليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. أكدت وزيرة الاستثمار سحر ناصر حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأرجنتين وترحيبها بالمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المشروعات. تصريحات الوزيرة جاءت خلال لقائها وزير الخارجية الأرجنتيني على هامش مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب وبيونس آيرس، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار توقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية للمعلومات والمعلومات بين اللائحة القومية للإنتاج الحربية وإحدى الشركات البولندية المتخصصة في مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال إنشاء مصنع لإنتاج الكبائن الخاصة المجهزة. أعلن مجلس السياحة والسفر العالمي أن قطاع السياحة في مصر شهد طفرة وانتعاشة هائلة في عام 2018، حيث تعد الأسرع نموا في منطقة شمال إفريقيا. هذا واستعرض مجلس السياحة العالمي في تقريره نتائج مقارنته بين قطاع السفر والسياحة في 185 دولة خلال العام الماضي، والتي كشفت أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعدت في زيادة السياحة بمعدل 16.5%، وهو الأفضل منذ عام 2010. وأوضح المجلس أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2018، مع التوقع بزيادة هذه النسبة خلال العام الحالي. تتواصل فعاليات التدريب المصري البريطاني أحمس واحد، والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة، كذلك التدريب العملي على أعمال الاكتشاف وإبطال العمل والتدمير للعبوات الناسفة. تستمر فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك أحمس واحد
والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية للنقل وتبادل الخبرات المختلفة، كذلك التدريب العملي على أعمال الاكتشاف وإبطال العمل والتدمير للعبوات الناسفة بمختلف أشكالها وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، مما يعكس قدرة المقاتلين على العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، والتدريب على العمليات الصحراوية والقتال في المدن ليلا ونهارا، كذلك اقتحام المنشآت والمباني التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية وتطهيرها وإعادة تشغيلها. كما تفقد اللواء جيمس ألينغورث قائد القوات المسلحة البريطانية بقبرص إحدى مراحل التدريب، مشيدا بالجاهزية العالية والتناغم الجيد بين القوات المصرية والبريطانية، مؤكدا على الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط والتجارة 8 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بمحافظتي الجيزة والأسكندرية و113 ألف عبوة سجائر مخشوشة ومهربة بالأسكندرية. في ضوء الجهود الأمنية المبذولة لضبط المتلاعبين بالدعم، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مالك مخبز بلدي بالقاهرة استولى من وراء تلاعبه في منظومة الخبز وتصرفه بالبيع في الدقيق البلدي المدعم، استولى على نحو 1.5 مليون جنيه. وعلى صعيد ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة، نجحت الإدارة في ضبط نحو 8 أطنان من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمفرمة ومصنع غير مرخصين بالجيزة والإسكندرية، وضبط 113500 عبوة سجائر مهربة عليها علامات تجارية مقلدة جمعها مالك محل دون ترخيص لتجارة الأدخنة بالإسكندرية. كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 25000 قطعة فلاتر سيارات مقلدة ومغشوشة، إضافة إلى أكثر من 600000 قطعة مستلزمات إنتاجها رديئة ومجهولة المصدر بشركة لإنتاج قطع غيار السيارات بالقليوبية. تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. في ضوء الجهود الأمنية التي تبذل لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للتشكيلات العصابية التي تستولي على الأراضي دون وجه حق، تواصل مديريات الأمن جهودها في هذا الإطار وتنجح في تأمين تنفيذ مئات من قرارات الإزالة التي تقوم بها الأجهزة الإدارية في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التصدي بحسم وإزالة التعديات من أملاكها وسرعة استرداد هذه الأراضي، إضافة إلى مواجهة عمليات تبوير الأراضي الزراعية. تنوعت التعديات المزالة ما بين أسوار ومباني مخالفة، نجحت الأجهزة الإدارية في تسويتها بالأرض وسط تأمين كامل من الأجهزة الأمنية. افتتحت وزارة الداخلية منفذا مطورا جديدا في منافذ أمان بمحافظة الأسكندرية لتوفير السلع للبسطاء بأسعار مخفضة، وقد شهد المنفذ عقب افتتاحه إقبالا كبيرا من المواطنين الذين ثمنوا على جهود وزارة الداخلية في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء بتوفير سلع غذائية مخفضة لحمايتهم من جشع التجار. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء منظومة أمان للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكل محافظات الجمهورية خاصة بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا و190 منفذا متحركا، وجاري التوسع في فروع تلك المنظومة تبعا. أكد رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش أن أعداد السفن العابرة للقناة تشهد زيادة كبيرة بلغت 4.6% خلال المدة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري. وخلال زيارته لجنة الصناعة بمجلس النواب للإسماعيلية، أوضح مميش أن الحمولات العابرة للقناة زادت بنسبة 8.6% خلال نفس المدة.
منحت مجموعة إعلام المصريين 8 رحلات عمرة لأمهات مثاليات، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم. جاء ذلك من خلال برنامج أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربيني والمذاع على شبكة قنوات أون، حيث تم اختيار الأمهات وفقا لشروط خاصة تتضمن أن تكون الأم من المكافحات الكادحات ممن أحسنوا تربية أبنائهن وقدمن نماذج مشرفة ويستحقون التكريم والتقدير. من جانبه سلم الشيف علاء الشربيني الجوائز إلى الأمهات الفائزات وسط حالة من الحب والفرحة. بحث رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس مع الشركة أتردس النمساوية التعاون ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال طلمبات المياه. وأكد التراس أهمية دعم كافة المجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للصناعة المصرية، وشدد على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة بما يدعم مشروعات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنه بحث إنشاء مصنع طلمبات المياه بمصر بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة أندريتس العالمية. بدأت عمليات فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد إعلان النقابة عقد انتخابات التجديد النصفي لانتخاب نقيب جديد وست أعضاء جدد. للمزيد من المعلومات تنضم إلينا الآن مراسلة إكسترا نيوز جاكلين ماهر. جاكلين، أرحب بك، ماذا لديك؟ تفضلي. نعم نانسي، تحياتي لك وتحياتي للمى أيضا وللسادة المشاهدين. بالفعل من أمام أو من مقر نادي نقابة المهن التمثيلية وتجرى الانتخابات منذ 9 صباحا كما ذكرت، انتخابات التجديد النصف لاختيار مقعد لنقيب المهن التمثيلية وستة أعضاء لرؤساء مجلس إدارة النقابة. يعني بدأت عملية التصويت في بعد الظهر بعد اكتمال النصاب القانوني في بنسبة 10% من حضور الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وأيضا يعني بدأت عملية أو توافد الفنانين إلى مقر النقابة بنادي نقابة المهن التمثيلية، وبدأت بالفعل عملية الفرز في تمام 6:30. من المفترض أن يتم غلق أبواب التصويت في 5 مساء، ولكن نظرا للزحام الشديد والتوافد الشديد من قبل الفنانين تم مد من قبل اللجنة القضائية 1/2 ساعة تقريبا لغلق صناديق الاقتراع. الآن تتم عملية الفرز ومن المنتظر النتائج في تمام 8:00 مساء. ستبدأ اختيار من بين 14 عضوا اختيار 6 أعضاء على مقعد أعضاء نقابة المهن التمثيلية. أيضا يعني لأول مرة في هذه الانتخابات في تاريخ نقابة المهن التمثيلية ينتخب نقيب للمهنة أو نقيب للنقابة أو بالتزكية من قبل زملائه الفنانين، يعني هذه وهو الدكتور أشرف زكي. بكل تأكيد دكتور أشرف زكي هذه ليست الأول مرة أن يتولى هذا المنصب ويحصد هذا المنصب، ولكن تم ذلك في 2005 ثم 2015، والآن تم الإعلان باختياره نظرا بالتزكية لهذا المنصب، منصب نقيب المهن التمثيلية في 2019. يعني أعداد الأصوات تجاوزت 850 عضوا. أيضا يعني هذه الانتخابات بتتم كل عامين، يعني كل دورة لكل عضو بتتم على 4 سنوات. كما ذكرت اختيار اليوم هو 6 أعضاء لهذه النقابة، وأيضا نقيب أيضا للمهن التمثيلية.
التمثيلية أو نقابة المهن التمثيلية. إذا تحدثنا نانسي ولما عن الأسماء المرشحين من الأعضاء الذين عددهم 14 عضوا، هو سامي المغوري وأشرف طلبة وإيهاب فهمي وعفاف رشاد وسامح بسيوني ونهال عنبر وسامح أو سامي نوار وكريم البسطي ومحسن صبري ومصطفى نجاح ونجلاء شعير أو مصطفى حجاج عفوا ونجلاء شعير وهاني عبد الهادي وإبراهيم غنام ودكتور أشرف ذكي هو نقيب المهن التمثيلية بالتزكية. يعني الآن تجرى عملية الفرز ومن المنتظر أن ننتظر النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة. هذا كان كل ما لدي ننسي ولما أعود إليكما. نعم جاكلين ماهر مراسلة اكسترا نيوز، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وبالطبع سنتواصل معك في وقت اخر اليوم، شكرا لك. اتهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وجماعة حزب الله اللبناني بالعملية على تقسيم لبنان وتعريض حياة المواطنين للخطر من اجل خدمة ايران. واكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في العاصمة بيروت ان الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على ايران لقطع التمويل عنها وتضييق الخناق على حزب الله. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن العقوبات الجديدة على إيران شملت 14 فردا و17 كيانا منها منظمة البحوث الدفاعية والابتكار، وذلك بسبب برنامج طهران لأسلحة الدمار الشامل. هذا وفرضت واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي في مايو لعام 2018 عقوبات مختلفة على إيران طالت قطاع النفط الذي يعد مصدر دخل رئيسي لطهران. شهدت مدينة بنغازي الليبية مظاهرات لدعم الجيش الليبي في حربه ضد التنظيمات الإرهابية بالبلاد، وأكد المتظاهرون دعمهم للجيش في مسعيه لبسط سيادة الدولة وإنفاذ القانون. ختاما مشاهدينا الكرام هذه تذكرة بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يوثق استثمارات بأربعة تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات خلال ست سنوات. مصر تؤكد موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 14 فردا و17 كيانا متعلقا بإيران. نهاية هذه النشرة، للمزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.